عليك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. انت يا مبروك على واش باش نمر ثاني وعمرك بارك الله فيك. ياك عندي الحق في هادشي اللي قلتها لالا ربيعه ياك؟ اكيد والله العظيم 100%. كيقرب العيد الكبير كتلقى العيالات مشمرين وخارجه لك للسواق لا الموظفه لا المديره لا اللي جالسه في الدار. كاين غير فتنه. خرج شري القطبان من جديد، شري الطاسات. داكشي كلشي خصو يكون جديد. كلشي ما عرفتش فين كيدي داكشي القديم. هو كيبقى الصراحه ولكن احنا ما كنبقاوش اصلا نبيعوا في حاجه. خبي خبي كنحتفظوا به ولكن نبغيو نجيبوا جديد. طاسه بنت الطاسه وخالتها وصلنا ليها داك الشيء جديد. ايوا الحمد لله الله يسهل علينا ويعطينا باش نشريو باش نعطيو. الرق الموجود. يا رب. لالا ربيعه كيف ما قلت بغينا نعطيو نصائح للمستمعات والمستمعين حتى هما كيفاش يعتنيوا بالشكل ديالهم خصوصا بمناسبه العيد الكبير اللي هو صراحه عيد كنفرحوا فيه كنفرحوا فيه وليداتنا ولكن نعم. كيكون فيه شي شويه ديال تماره اكثر من اننا كنعتنيوا بالشكل ديالنا. اكيد قبل ما نعطيو حتى شي وصفات وداك الشيء بغيت ناكد اليوم على تدليك البشره. لان الى تدليك البشره اللي كنسميوها عفوا كنسميوها بالمساج هو اللي اكثر فائده للبشره. ملي كندير قبل اي مساج وقبل قبل اي كريم قبل اي ماسك قبل تقشير قبل اي شيء كخصي يكون المساج هو الاول. لان هذا المساج هو اللي كيساعد يعني الا بغينا نقولوا تيار الدم يندفع في البشره. وداك العمليه ديال المساج كنردوا لها الحيويه ديالها والنضاره اللي فقدتها. كيفاش نديروا المساج؟ يعني لان المساج حنا كنعرفوا كاينين المختصين لان كاينين النقط. غادي نعطي كيفاش السيده دير المساج يعني بيدها بدون مساعدة أخصائية ولا حتى شي واحد. غادي يطرلو مني ولكن صافي لاباس ما فيها بس حنايا ديال الدار وديال هذا هي حنا لالا ربيعه كنحاولوا كنتحدثوا مع الجميع النساء. كاينه المراه اللي ما كتخرجش من دارها كاينه المراه اللي ما عندهاش الوقت اللي ما عندهاش الوقت كتخدم كترجع وكاينه اللي ما عندهاش الامكانيه اللي تمشي للمراكز. الله يسلمك طبعا يعني كاينه شريحه كبيره حنا ما كنهضروش مع شريحه وحدات حنا كنهضروا مع شريحه اللي يعني المتوسطه اكثر. لالا ربيعه حنا كنهضروا مع كل شيء مع كل شيء طبعا لان حتى الناس اللي عندهم ميسورين وكيمشيو لعند الاخصائيه في التجميل كيجي واحد النهار دير مساج بيضه ما تكرهش ما رشقاش ليها تخرج ليها اصلا داك النهار من الدار ما فيها باش ترتاح وجهها بيدها. وهاد العمليه ديال المساج بحال اللي قلت لك كتنشط الجهاز الليمفاوي ديال الجلد وكتساعده باش يتخلص من الاوساخ والاتربه اللي كتكون علقه في المسام ديال البشره. وهاد المساج الا كان يعني بصفه منتظمه كيقلل حدوث التجاعيد وكيقوي العضله ديال الوجه. عاودي هادي الله يخليك هادي لان هادي مهمه هادي خصنا نركزوا عليها. اذا كان مساج منتظم يعني كيقلل حدوث التجاعيد وكيقوي العضله ديال الوجه. سمعتوا؟ وكيقلل حتى التقلصات ديال عضلات الوجه والاجهاد اللي كيكون في الوجه وفي البشره كيكون داين. نعم. تدليك الا بغينا نقولوا مساج هي عمليه رياضيه بالدرجه الاولى. كنقصدوا به يعني الضغط على الخلايا ديال الجسم وذاك الضغط كيخلي الخلايا ديال الجسم كتنشط وكتنشط معها الدوره الدمويه وكتنبه الخلايا ديال الجلد. بحال اللي كنعطيوها انذار. نعم. وكان يعني وكنحافظوا على اتساع ديال المسام ديالنا. وكان وديك العمليه ديال المساج كنحيدوا التوتر اللي كيكون كنشعروا به وكنعطيو واحد الاسترخاء للجلد. نعم. وكذلك كنمنحوا يعني الاجهزه ديال التنفس كنعطيوها واحد النشاط واحد الحيويه وكيعطي الجسم نعومه هذا المساج. ماشي غير كونه مساج يعني كيبقى غير مساج بالعكس كيعطي واحد الفائده كبيره للبشره. نعم. وبحال اللي قلت لك غادي نحاول ما امكن يعني نخلي كل سيده تحاول دير عمليه ديال مساج البشره ديالها بنفسها بدون مشاكل وبدون يعني مساعده ديال المختصين الا ما كانش الوقت بطبيعه الحال. الطريقه يعني عمليه سهله كتاخذ السيده واحد القطعه ديال البونش او الاسفنج
ديال البونجة كتجيبها جديدة كتشريها وكتحاول تقسمها على ثلاثة. نعم. لأن البونجة أصلا كتكون عريضة. يعني ما تحتاج داك الحجم كامل. لأن كل طرف غادي يدير به حاجة. غتاخذ ديك واحد الطرف من داك البونجة اللي جابتها جديدة وهي ثمنها رخيص، تحاول اللي استعملتها ما تعاودش الاستعمال ديالها مرة ثانية، لأن كتكون بحال اللي تلوتات، ما بقاتش يعني معقمة بحال المرة الأولى. كتاخذ المسخون وكدير فيه نقولوا نص حمضة معصورة، إذا كانت حمضة فيها الماء، ما كانتش فيها الماء دير حتى حمضة كاملة. وكتبلل داك البونجة بالمسخون والحامض، وكتحاول تنظف المسام باش تنشط الدورة الدموية في الأول. واخا هادي في الأول، هذا بداك الطرف الأول اللي قلنا قسمته على ثلاثة. الطرف النص الثاني كتاخذ ديك القطعة ديال البونجة الثانية كتغمسها في المسخون، ومن المسخون بحال اللي كتحاول تعصرها باش ما تقطرش على وجهها. المسخون بوحدو ياك؟ المسخون انا غادي نكمل لك، كديرها في المسخون اللي تحمل البشره ديالها، ماشي سخون كثير وماشي بارد، دافي. ايوه دافي بيني وبين. اييه. كتعصرها شويه باش داك الماء ما يقطرش على وجهها. وكتغمسها في الملحه تكون رطبه جدا. وكتحاول تعمل عمليه ديال التدليك لمده 10 دقائق. بالبونجه. ديك البونجه فيها ديك المليحه تكون رطبه جدا، وكاينه دابا كاينه داك الملح بحال اللي كنرشوه على الفريت. اييه. هذاك رطب جدا، هذاك ممكن تستعمله. شنو كدير هذا الملح للوجه؟ هاد الملح اول شيء كيغديه، ثاني شيء كيفتح لك المسام. الملح الا جيتي تشوف بالفوائد اللي فيه يعني مفيد جدا للشعر ولا للبشره. نعم. واخا نكملوا المرحله الثالثه. كنا كنغمسوها بداك الملح وكنحاولوا نعملوا العمليه ديال التدليك لمده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنغسلوا الوجه. وهذه العمليه هذه ممكن دير حتى اليدات كلها. العمليه ديال المساج ممكن، لان بحال اللي قلنا اليدات كلها، هذاك الملح من يعني من الا بغينا نقولوا من افضل انواع التدليك. يعني الملح عنده واحد القدره لإزالة الجلد الميت. واخا. وبالنسبة للبونجة الثالثة الدورة الدموية. نعم. بسرعة لالا ربيعة لأن الوقت كيزحمنا، مازال كيف ما سمعتي عندنا فقرات جديدة في البرنامج والوقت. النص الثالث اللي عندنا كنديروا في البودرة ديال الأطفال. بودرة الأطفال. بودرة الأطفال إذا كانت متوفرة، تبارك الله ما كانتش متوفرة، ممكن دير زيت الزيتون، ممكن دير زيت اللوز، أي زيوت عندنا متوفرة ولو زيت عادية. زيت عادية نباتية تكون جيدة طبعا. وتدهن بها الوجه. تبدا عملية ديال التدليك يعني يعني بالأصابع، كتكون حركة دائرية. وكتضغط على الجلد. واخا. داك الضغط هو اللي كيعطي الليونة للجلد، وكيخلي داك المواد اللي كنوضعوها اللي تفرز داخل المسام. وهاد العملية ديال التدليك إلى قدرة السيدة يعني ممكن تدار مرتين في الأسبوع يعني. أيوة. بحال اللي قلت لك إلا كانت بشكل منتظم يعني فوائد ديالها جد كبيرة. ومن الأحسن في الليل. من الأحسن في الليل. نعم. تبارك الله عليك. الخلايا ديالها. تبارك الله عليك السيده ربيعه بعنون، اخصائيه في التجميل. ان شاء الله غدا نتلاقاو بكم مجموعه من النصائح والوصفات لك يا لاله ولك حتى انت يا سيدي، علاش لا. تبارك الله.